السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد إن شاء الله. أول أيام رمضان كيفاش غادي ندوزوه؟ نتمنى كنترجى من سيد ربي الحبيب يكون داز عليكم هاد النهار هذا مزيان وبخير وعلى خير. أنا اليوم غادي نوريكم الأجزاء اللي أنا قريتها في القرآن. حاولت نحيد جوش أجزاء، فأنتم ما شوفوا شحال بغيتوا أو الهدف ديالكم فيه. ونبدأ نهار ديالنا. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، واعف عني عافية عن المجرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. آمين آمين. فبقوا معايا البنات، إن شاء الله ندوزو فيديو يكون عند حسن الظن ديالكم. ونبداو من بعد نهار ديال العبادة ندخلوا الكوزينة ونوجدوا الفطور ديالنا. غير هو ما نبالغوا شي في الفطور، ما نبالغوش في الاشياء، نحاولوا نعطيو للجسم ديالنا داكشي اللي كيحتاج من السكريات و فيتامينات اللي خاصينو فقط. يعني ما نبالغوش في اعداد الفطور. ولا قدرتوا تاخذوا الاجر ديال تفطروا معكم الناس، علاش لا ما ديروهاش. وكذلك حاولوا تختموا القران ديالكم نتوما والهدف اللي عندكم. يعني الا بغيتوا تختموه جوج مرات، بغيتوا تختموه غير مره، الا كنتوا بغيتوا تختموه غير مره كتقراو غير جزء، بغيتوا تختموه جوج مرات كتقراو جوج اجزاء في النهار. فندوزو دابا للتحضيرات ديال المطبخ ونبدا معكم بواحد العجينه اللي فايت تشاركتها معكم واللي زوين فيها انكم كتقدروا تصايبوا بها شحال من حاجه خطره واحده. مثلا تقدروا تصايبوا بها عجينه البيتزا، تقدروا ديروا بها هاد لي ميني برجر اللي غندير معكم دابا، تقدروا ديروا بها البطبوط، فكتقدروا ديروا بها اللي بغيتو. انا هنا حاليا غادي ندير منها جوج ديال الاشكال اللي هما برجرات هكا صغيورين، وغندير بها ميني بطبوط اللي هما صغيورين خفافين. فهاد يعني واحد العجينه حاولت نحضر منها بزاف ديال الاشياء. شنو غنحتاجو فهاد العجينه؟ غنحتاجو 250 غرام ديال الدقيق، غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال الخميره اللي عندنا ديال العجين، غادي نحتاجو راس معلقه ديال الملحه، وكنحتاجو جوج معالق ديال السكر، وغادي نحتاجو 150 مليلتر ديال الحليب، وغادي نحتاجو 50 غرام ولا 40 غرام ديال الزبده على حسب نوع الزبده اللي عندكم. حاولوا تذوبوها غير شي شويه، ولا كانت بحراره المطبخ محتاج الحال سخون يكون احسن. هنايا صافي البنات، عجنتها خليتها كترتاح لمدة ساعة. حاولوا تسمعني مزيان لأن هاد العجينة غتعجبكم بزاف. في نفس الوقت حتى قدامي مذكرة دايرة فيها بعض الاستغفارات باش ما نساهمش، باش وأنا في المطبخ كنستغل اليوم ديالي. أنا حاولت نبسط العجين ديالي بالمدلك مزيان مزيان البنات، وكنحاول ندير فيه الحشوه. بالنسبه للحشوه انا درت فيها غير الكفته، ودرت فيها الفلفله الخضراء، الفلفله الصفراء والفلفله الحمراء مشحرين مزيان، زدت عليهم الكفته، وزدت عليهم العطريه ديال الشاورما فقط يعني، وحركتهم مزيان مزيان. من بعد درت داك تكت رجعيها ورقه، حاولوا ترققوها باش ما يجيش عندكم داك البرجر معجن من الداخل. ودرت واحد المورسو ديال الفرماج ياكو من الوسط ديالو، وصافي غادي ندير فوق منه هذيك الحشوه ديالتي ونسدو وصافي. ها هو ذا واجد موجود، يعني تبقاو بحال هكذا. غتخليوه يرتاح فاش غتجمعوهم كاملين، غتخليوه يرتاح واحد المده. من بعد غادي ندوزو للمرحله الثانيه ديالته. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي،
وللجنات يوصل من يسير كتاب الله. هنا غنستفهم في الطاوة ديالتي، ومن بعد غادي نجيب بيضة، غادي نجيب شويه ديال الحليب. البيض غناخذ غير الصفار ديالو، ما غاديش ندير البيض والصفار، لان البيض كيطلق للريحه، الصفار لا. غندهن هذوك الخبيزات ديالي مزيان بهذاك الخليط، ومن بعد غادي ندير لهم شويه ديال البودور الخشخش. هذا كيبقى اختياري، تقدروا ديروا الزنجلان، تقدروا تخليوهم غير هكاك، تقدروا ديروا لهم شوفان، تقدروا ديروا الزريعه اللي عجبتكم، فهذه كتبقى اختياريه. هذه اللقطه هذه كتبقى اختياريه. هنايا جبت لي فون دو تارت، ديجا راني مشاركه معكم هاد لاباتي ديالتهم، وغادي نعمرهم بلا كريم باتيسير، وغادي نزوقهم شويه ديال الفرامبواز. هادشي كيبقى اختياري في اطار التحليه فقط. فكذلك هاد اللقطه هادي كتبقى اختياريه ليكم. الا بغيتو الفون دو تارت، غادي نخلي لكم لا فيديو لتحت هنايا في صندوق الوصف، ودخلوا ليها وشوفوها. ان شاء الله غادي تعجبكم بزاف، لانها كتجي هائله جدا. هذه كانت الطبلة ديالتي. تقبل الله منا ومنكم الصيام وصالح الأعمال إن شاء الله يا رب. طبلة بسيطة جدا، حاولت ندير فيها سلطة ماروكان بالزيتون ومطيشة، ومطيشة هكا سوغيز مع شوية ديال البصلة والفلفلة. هنا هادو لي ميني برجر ديالي الغزالين، أو لي برجر تقدروا تقولوهم كبارين شوية، ودوك البطيبيطات صغيرين. فحاولت درت 7 من الحاجة، هاد العجينة هادي خرجت لي 7 من الحاجة، 250 غرام ديال الدقيق خرجت كامل. وهنا الشباكية ديال ماما الحبيبة اللي كل عام تترسل لي حقي لها، اللي خطا عليا، شكرا بزاف. لا من صفوف لا من هذا، كنت صورت واحد المقطع من داكشي اللي جابت لي، للاسف لقيتو سوبريما ليا، اللي خطا عليا، ربي تخليها ليا يا ربي. هنا درت واحد سلطة فخوي، لقطات فيها شوية ديال الفخوي اللي كاينين عندنا في الدار نتوما، ولي بوزوان ديالكم وشنو عندكم. الحريرة الحامضة ديالتي بالسمن دورتها بالبيض، كاين اللي ما كيبغيش، فداكشي علاش ما سلقتش البيض وحطيته، لان ديجا الحريرة مدورة بالبيض. ودرت العصير ديال الليمون والباربا والفرامبواز والليمون والباربا والفرامبواز والبنان، 4 الحاجات. وهنايا درت لي فون دو كيش ديالي، لي فون دو تارت ديالي مع لا كريم باتيسير، وزوقتهم بشويه ديال السيرو، ديك القرعه اللي كتباع ديال 260، حطيت شويه ديال الشريحه، شويه ديال التمر، شويه ديال الشباكيه، وشويه ديال البريوات. صافي هادشي اللي كان في الطبله كاملها. يعني حاولت نوجدها في وقت وجيز جدا، وما كلفتش مني الوقت بزاف، باش ما نتلهاش بزاف مع الكوزينه ونسى العباده ديالتي والقران ديالي والصلاه وكل شيء داكشي الاخر. فنتمنى يكون هذا الفيديو هذا تحفيزي لكم حتى نتوما، باش تقدروا توفقوا بين العمل ديالكم وبين المطبخ ديالكم وبين العباده اللي عندنا في هذا الشهر هذا. فحاولوا تستغلوه كامل مكمول، ما تضيعوش منه حتى شي حاجه. حاولوا تستغلوه بكل دقيقة هي فيه، بكل ثانية هي فيه. إلا كنتي مازال ما بديتيش القرآن، فنعلي الشيطان ونوضي، كوني تانتي إن شاء الله من الفائزات في هذا رمضان هذا، علاش لا، ونكونوا كذلك من العتقاء إن شاء الله من النار يا ربي آمين. الله يرحمنا، والله يغفر لنا، والله يسمح لنا، والله يتجاوز عنا، والله يسمح لنا والوالدينا والأجداد ديالنا والأجداد الأجداد والمسلمين والمسلمات أجمعين والمؤمنين والمؤمنات كافة إن شاء الله يا ربي. والله يرحمهم اللي ماتوا، والله يرحم الحي إن شاء الله بالرحمة الله الواسعة، ويعفو علينا ويعتقنا إن شاء الله من النار، ونكونوا تحنا رفقة الصالحين والصديقين في جنة الفردوس إن شاء الله، علاش لا. فكل واحدة فيكم تقول لنا شحال قدرات أو استطاعت أنها تقرأ من حزب في القرآن، وشنو هما العادات اللي قدرات تدير باش تحنا ينقلوا منكم، وعلاش لا تكونوا تنتم عندكم واحد كي كنقولوا هداية لنا
صدقة جارية هكذا نستفدو تحنا منكم، ويكون عندنا يكون عندكم نفس العمل إلا تحنا درنا بحالكم، علاش لا؟ فعلى هاد الشيء البنات غادي نقول لكم بسلام عليكم حتى الفيديو الجديد إن شاء الله. إلا كنتي بالصدفة تلاقيتي في قناتي أو لا دخلتي لقناتي، حاولي تعطي فرصة للمحتوى اللي عندي وتشوفيه، إلا عجبك علاش لا بارطاجيه مع صحاباتك، و تانتي ديري زر الاشتراك واللايك علاش لا. انا غنخليكم مع واحد اللقطه بسيطه ديال لي برجر كيفاش كيجيو من الداخل، صراحه هشاشين ولذاذين، نتمنى انكم تجربوهم لانهم اكيد 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 غادي يعجبوكم. بسلام عليكم حتى الفيديو الجديد ان شاء الله، احبكم في الله.